الخبر اولي عدنا عن قمر الطاي وتهجمها على يارا مار. فقمر الطاي يا حبايب نزلت على حسبها بالانستغرام هذا اللي سوري كان حاطه بيه حيه، وكان يقولوا لها انه شنو مشكلتك، تقول طيبه قلبي وقصد انه هي حيه. وبالستوري الثانيه يا حبايب حاطه حيه تشرب مي وكاتبه عليها اشربي المي بعدين احكي لنا كيف ظلموك يا حيه. طبعا حجت هذا الحكي على يارا مار بالنسبه لي ساعه السبب يا حبايب. فيارا مار طلعت بث مباشر، بهذا البث المباشر هي صارت تبكي بسبب كثره الكومنتات اللي تهجمون عليها انه انت تغيرتي ونقرا بالناس ايش اللي هو كان ايمو تركك لانك تغيرتي. هذا اللي خلاها تبكي يا حبايب، وصارت تقول انه هي هواي وقفت ويا ايمونا ومت ببيتها، وبنفس الوقت هو طلعت من حالة اكتئاب هواي وقفت وياه، وفجأة هو يتركها ويروح لقاء القمر طاي يا حبايب، وتقول ان هي ما تريد تحكي لان هذا الشيء انه حيشوف انه هو ضعف. طبعا هذا الشيء اللي خلى قمر تنزل هذا الستوري اللي تقول انه اشربي مي بعدين احكي كيف ظلموك يا حيه، بالاضافه انه صارت تفضح ايمو يا حبايب انه هو كان يحكي على قمر طاي قبل ما يلتقي بيها بيومين تقريبا، بس التقوا بيها سبحان الله كل شيء تقريبا صار عادي. اكو راح احط لكم اللقطه يا حبايب شوفوها. هذا السؤال بس تضايقت، مو تضايقت منه بس بدي افهمكم شغله. سؤال عم بيقول يارا ليش الكل عم يتركك وما تحكي مشان المشاهدات، لانه اقرب رفيق لك تركك وقال انك تغيرتي وما عاد تردي عليه. طيب انا ما عاد ترديت عليه، اوكي رفيق اللي تركني لاني تغيرت، سبحان الله انه هو ما تركني مشان المشاهدات، هو تركني لاني انا تغيرت. سبحان الله تاني يوم بيكون رايح مع حدا تاني، هو قبل بيومين كان قاعد بيحكي عليه ومدري شو، فوين التغيير فيني انا؟ بالله رفيق اللي انا تغيرت عليه لو لاي ما كان طلع من الاكتئاب اللي هو كان فيه قبل، تمام؟ رفيقي هذا اللي انت بتحكوا عنه كان ينام عندي بالبيت، كنا نطلع انا وياه سوا، كنت ايمت ما يحتاجني اكون جنبه وكل اوقاته، بس ما تجي تحكوا لي الكل عم يتركك ما تحكي مشان المشاهدات لانك انت تغير. لا انا ما تغيرت، وحتى لو تغيرت تغيرت على نفسي ما تغيرت على العالم ابدا. على فكره انا لحد الان بعامل العالم بلطف وبعاملهم بمحبه ومدري شو، ولكن اخر الشيء هيك بيجوني من طريق بيلعنوا شرفي فيه، تمام؟ فما يجي حدا يحكي لي تغيرتي والله ومدري شو. لا حبيباتي انا ما تغيرت، انا تغيرت على حالي، انتم ما حدا منكم عم يعرف شو عم بيصير فيني، تمام؟ انا وقت اللي بكون باليوم عم موت ألف مرة وعم بفوت بحالات اكتئاب وما عم بحسس حدا ابدا اني انا فيني شيء، بس لحتى العالم ما تفكر اني انا مو منيحة او انا ضعيفة ومدري شو. يارا لا لا تبكي، اذا طلعت وحكيت بالموضوع بتطلعوا بتحكوا انه دموع تمسيح ومدري شو، وده تطلع تجيب مشاهدات وخلاص. طب انا كمان انسان، انا كمان في احد عم بيحس هون، بتعرض لألف شغلة وما حدا بيحس فيني. انا بحكي ولا اي حرف حفاظا على العشرة بس اللي كانت بيناتنا، انا كان بقدر اني اطلع دافع عن حالي، ولا حدا يقول انا ما بقدر احكي لاني خايفة من مدري مين وخايفة من مدري مين. لا، واللي بيقعد بيحكي انت ما حفظت العشرة اللي كانت بينكم، لا حبيباتي انا حافظ العشرة كثير منيح كمان. وبعدها صارت تقول انه قمر طاي هي محترمة العشرة اللي ما بينهم كانت يا حبايب، فأي شخصية تشوفها سواء ياسو ولا ايمو هي تلتقوا ويا رسل القمر تروح تصاحب هذول الاشخاص وتسوي لهم فولو عام وتبعدون عن يارا. واللي هن ما حفظوها لحد الآن بيحكوا عني، لحد الآن بيشوفوني مع أي حدا بطالعة معه فجأة بيصيروا هنن ويا رفقات، بيروحوا بيعملوا فولو لبعض ومدري شو، وهذا الحدا بيروح بركض لعندن مشان المشاهدات. على فكرة السوشيال ميديا كلها هيك، كلها كذب على بعض، كلها 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 كلها. يعني شلون بدي أحكي لكم، بيكونوا معكم تمام، بيشوفوك انك منيح وحباه وبيحبوك وكل شيء، بس اذا شافوا حدا عنده مشاهدات او حدا عنده مصاري اكثر منك ركض بيقدوا له ركض زحف، هيك بيروحوا له زحف. اكو اكتب لنا احباب بالكومنتات شو رايكم بالكلام اللي قالته يارا والظلم اللي انظلمته، هل هو فعليا انظلمته او مثل ما قالت قمر انه هو عباره عن حيه وقاعده تحكي؟ ما ادري صراحه، اكتب لنا بالكومنتات. وبس لهنا وصلت المقطعات من اخطاء جوكم، فجروا مقطع بلايكات وبس تشيك فيديو خلاص هيك القصص. احبكم، مع السلامه.